فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل مجالسة أهل البدع تمرض القلوب؟ بلا شك إن الجليس يقتدي بجليسه ويؤثر عليه. إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الجليس الصالح بحامل المسك، بحامل المسك، إما أن تشتري منه، وإما أن يعطيك ويحذيك، يعطيك بلا شراء، وإما أن تجد منه رائحة طيبة وقت جلوسك معه، ما أنت مفلس أبد. وأما جليس السوء شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عن المرء لا تسأل، يقول: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم. فضيلة الشيخ، إذا منك بغيت تعرف الشخص شف منه مرفقه، منه يمشي معه، تعرفه إنه طيب ولا ما هو طيب. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.